مسلمة مسلمة. عسلامة، مرحبا بيك، عايشك لاباس؟ عايشك الحمد لله الحمد لله، ديما لاباس. قد من روحك؟ سبري فاضل، مواطن تونسي من ولاية القروان، توا عندي حوالي 14 سنة في تونس. يعني كل مرة نخدم خدمة، ما عنديش يعني عمل قار أو قار، كل مرة في خدمة والحمد لله لاباس. احنا اليوم باش نحكيو على قيمة العمل. التونسي اليوم واعي بقيمة العمل وإلا لا؟ شوف، التونسي وصل أنه ما عادش واعي بقيمة العمل وما عادش يقدر قيمة العمل، لأنه قيمة العمل ما هيش موجودة. يعني الراتب اللي يتلقاه التونسي هذا، إذا تلقاه، إذا ما قلبوش فيه، ما يكفيش قيمة العمل متاعه، قيمة المجهود متاعه. أنت كتجي تخلص راتب ما يكفيشه لأبسط الأشياء للضروريات باش يعيش، فهمتني؟ يوصل آخر الشهر يتسلف وحياته في سلف، البنوك تحب منه، الناس تحب منه، العطار يحب منه، يعني قيمة العمل ما عادش موجودة. يعني الإنسان صار توا في تونس الأغلبية تخدم، يعني العبيد قبل كانوا يوكلوهم ويشربوهم ويكسيوهم، توا لا، توا استعباد بشكل آخر. يعني رواتب ما تكفيش الإنسان باش يعيش العيش الكريم الأدنى، أنا أقل حاجة ما تكفيش. انتي مثلا في الخدمه اللي تخدم فيها؟ يعني كل مره نخدم خدمه ونختم، ما عنديش خدمه معينه. يعني كل مره ساتسفي طبعا لا، طبعا لا، السبب واضح، ولكن ما عنديش خيار اخر. وفي البديل تحب تكون؟ نعم. ما عندكش البديل؟ ما عنديش بديل، وفي نفس الوقت عمري ما فكرت في الهجره الغير شرعيه الحرقه، خممت شويه بالكل لأنه طريقة متاع موت. نفس الشيء، عمري ما قدمت على فيزا لأي بلاد، فهمتي؟ الباسبور بتاعي ما فيش، وحتى ما خرجتش حتى بلاد، في تونس ديما. وعندي أمل أنه الوضع باش يتحسن في تونس، عندي أمل كبير، مادام فما غدوة، مادام فما أمل. مادام نحكينا على قيمة العمل وعدم وعي حسب كلامك للمواطن بقيمة العمل، عدم الوعي السبب متاعه الرئيسي، أو خلينا نقوله نحن التجاهل متاعه للقيمة متاعة العمل، هو أنه كما قلت لك الراتب اللي ياخذ فيه ما يعادلش قيمة العمل متاعه هو. هذا يخلي المواطن ما ينتجش بصفة عادية، يعني خليه يتكاسل بطبيعة الحال. إذا معناها الراتب ما هوش على حد القيمة متاع العمل متاعه، باش يصير فما تكاسل، فهمتني؟ ولكن اللي لاحظ فيه توا انه الناس رجع لها شويه النشاط، انها بدت تحب تعمل مشاريع وحدها، بدت تحاول انها تعدد مصادر الدخل متاعها، وهذه حاجه باهيه، حاجه باهيه برشا. شنو رايك تسمع شكون يقول ما فماش مشروع ناجح في تونس؟ لا، تونس تنجم تنجح فيها، فقط ما تمشيش للمشاريع الكبرى اللي مسيطر عليها المافيا الرأسمالية الفاسدة الإرهابية والداعمة للإرهاب كذلك، والتي كانت تسيطر على جزء مهم من مجلس النواب السابق. كلام خطير. لا لا، كلام الناس كل تعرفه، عامة الناس يعرفوه، امشي لأي قهوة اسأل يعرفوه، هذا الشيء هذا معروف. فما في تونس فما مافيا رأسمالية فاسدة، هي متحكمة في الثروة، حق الثروة ليس متاح للجميع، فهمتني؟ يعني العادلة، يعني التقسيم العادل للثروة. في بلدان أخرين أنت عندك أفكار باش تعمل مشروع، عندك شوية فلوس، فهمتني؟ مش شوية شوية كما نعرفهم نحن، أنا عندك فلوس باش تجيبهم من برا، مثلا عندنا مواطنين بالخارج يخدم يحب يجيب فلوس باش يعمل مشروع. إذا المشروع هذا يعامله فلان أو فلان من الجماعة الكبار، فهمتني؟ راهو ما ينجمش يعملوه هو، باش تصير له العراقيل الكل، ما نجمش يعمل، لانه الحق في الثروه ماهوش مكفول للجميع. معناها المواطنين نحن ماناش كلنا سواسيه، هذه حقيقه الامر للاسف. للاسف المشاريع الصغرى مثلا، اعطينا امثله. المشاريع الصغرى تنجم تنجح على خاطر ما فماش فيها منافسه مع الحيتان الكبيره، ولذلك تنجم تنجح. اي كما مثلا نعطيك المشاريع الصغرى، ابسط حاجه من المشاريع الصغرى هي الشركات الاهليه في الامور نتاع الانتاج الفلاحي. نجم تنجح على الاخر، احنا شفنا الفتره اللي فاتت الاسعار نتاع البيض قديش وصلت نتاع العظم، فهمتني؟ يعني الناس اللي عندها الامكانيه شويه ارض
فهمتني، ويعملوا شركة أهلية للإنتاج البيض، يعني ثلاثة أربع أشخاص ينجموا يعملوها. العلم أنه القطاع الفلاحي راه يعاني تو، وأغلب الفلاحة زاد يعاني. يعاني لعدة أسباب، لأنه الأعلاف والمصادر نتاع الإنتاج شو اسمه الفلوس هذاك نتاع تربية الدجاج وإلا نتاع الدند كلهم مسيطرين عليه شركات كبار، الشركات الكبار هما اللي شادين حتى العالفة، كل شيء شادينه هما، فهمتني؟ كيفاش أنت ما تحبش الفلاح يعني؟ خاطر هما يا إما يخدم على كيفهم هما وتحتهم هما وديما فاشل لأنه ما يساعدهمش ينجح، لأنه لو ينجح باش يكون منافس ليهم. هذا اللي صاير. أمثلة أخرى المشاريع بخلاف القطاع الفلاحي. والله بخلاف القطاع الفلاحي كونش المشاريع الاستهلاكية. نحن اي نحن شعب استهلاكي، يحب القهوه ويحب التاي قهوه، اي يحب القهوه ويحب التاي ويحب القهوه مالك تاجي ويحب الحكايه هذوما، بالحق شعب استهلاكي فهمتني. ما انت في مشروع صغير هكا؟ والله حاليا ما نخممش لانه الامكانيه غير متاحه، الامكانيه الماديه ما فماش، ولكن الامل موجود، يعني عندي برشا افكار كاتبهم تاع مشاريع، اذا سهل ربي نهار يعني ممكن نعمل. عايشك. كيف زاد على تشجيع الدولة على بعض المشاريع الصغرى؟ الدولة لازم يكون التشجيع متاعها على الفلاحة أكثر شيء، لأنه ما فماش خير في شعب يأكل من وراء البحار، فما برشا مواد نجيبوا فيها من برا ما هيش لازمتنا. نفس الشيء الدعم اللي ماشي للقطاع السياحي الدولة راي خاسرة فيه، صحيح فما برشا عباد تخدم في القطاع السياحي، ولكن هل الفلوس هذيك الكل معناها قاعده تدخل تونس؟ لا ماهيش قاعده تدخل تونس. هل اللي يدفع فيه السائح الاجنبي الاوروبي نفس اللي يدفع فيه التونسي؟ مش نفس الشيء. يعني السائح الاوروبي يجيب ب 300 تور ولا قداش يضرب لك جمعه كامله، واكل شارب متنقل فهمتني، يرقصوا له وكذا. شنو معناها؟ مش معقوله خساره. معناها خساره برشا يا خويا. باش نركز بيها انا على الفلاحه، نركز على الفلاحه بالضبط، اللي باش نركز بيها على الواحد على السياح. السياحة عندها ناس خليهم يخدموها، مو استثمارات، خليهم يستثمروا الخواص، خليهم يستثمروا على روحه، فهمتني؟ والدولة تركز على الإنتاج الفلاحي. عندك فما ثلاثة حاجات في الدولة، هي الإنتاج الفلاحي والصناعات التحويلية والصحة والتعليم، هذوما الدور نتاع الدولة الرئيسي لازم تكون معناها هي لاهية به. خليك الكلمة الأخيرة. إن شاء الله ربي يحسن الوضع في بلادنا، ومادام فما غدوة فما أمل، وتونس باش تنتصر بقدرة ربي. إن شاء الله. شكرا.